إشارات مثيرة للقلق بشأن طموحات إيران في امتلاك أسلحة نووية، هذا ما تطرق له موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. الموقع اعتمد على معلومات جديدة وصلت للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بتطوير علماء إيرانيين لأنظمة كمبيوتر ومحاكاة صنع الأسلحة النووية. المعلومات الجديدة أثارت قلق وشكوك المخابرات الأمريكية والإسرائيلية التي ترى فيها خطوة إضافية من إيران نحو امتلاك سلاح نووي. ولبحث الخيارات المتاحة لكبح الطموح الإيراني يجتمع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل لأول مرة منذ شهر مارس من العام الماضي لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني. ورغم القلق الأمريكي الإسرائيلي من المعلومات الجديدة، فإن مسؤولين من البلدين يؤكدان لا مؤشرات على تغير موقف المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يرفض استئناف البرنامج النووي العسكرية. المخاوف من امتلاك إيران لسلاح نووي خلافا لعقيدتها النووية المعلنة على الأقل دفعت الولايات المتحدة إلى فتح قنوات غير مباشرة مع إيران بوساطة عمانية من أجل التوصل إلى تفاهمات غير رسمية حول فرض قيود مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن هذه الخطوة كانت وراء مطالبة واشنطن لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتريث وعدم المضي قدما في إصدار عقوبات ضد إيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.